هو السلوكي اللي ما تيبغيش يطرق. الماركه ديال السلاك اللي دمها ثقيل وهي معكسه تياو وجايب لي اغنيه باش يهضر، راه ما عمره ما يتبعها. لك واحد المثله راه ما يصيح غير المربوط. واش المربوط بحال مسيب؟ لا، السلوكي القوي بدا يدور كيبدا يتصار. ارمص تبر المخرج لي اغنيه باش يتباعها، تحيه عليا وشريف الله عمرو لا تباعها. وكيدير لنا نصرنا وهاد الفيديو جينا ندويو على السلوك اللي ما تيبغيش يطرا. من بعد ما دوينا على الدرايه ديالو والوقيته ديالو امتى خصو يطرق، راه الفيديو كنا لحناه شحال هادي. من بعد ما قلنا السلوك كيدوز من ثلاثة الدرايه والعنايه والسعايه، ودابا غنشوفو السلوك اللي كتجيب لي قنيه وما كيبغيش يطرق، تكون باقا يجرو صغير، شنو هو الحل ديالو والحريفيه اش كيديروا معاه. هي قال لك الصيده وبد رايتها بكل شيء غا تيسيرة الله. فاش كنهضرو على تيسيرة الله، راه انت فاش كتكون غادي تصيد راه تيسيرة الله، راه تصيب ولا ما تصيبش، هادشي اللي كاين. وكاين شحال من رامي جاب سلوكي داري وكيقتل الرنب نهار جا عندو مبقاش يتباعها كاع. وكاين شحال من واحد تيكون عندو سلوكي عوج ما داري كاع، ها نهار يجيبو ويجيب فيه الله التيسير. ودابا غندوي على السلوك اللي كتجيب ليه قنيه باش يدرا كيكون باقي يجرو وما تيتباعش. كتجيب ليه قنيه كتحطها لي باش يدرا، كتبقى تحيح عليها باش يتباع تيشوفك. وليدي انت بغيتيني نتباعو؟ الله ما كان تباع حتى، ولا شوف كدير ليها. هنا نصرنا تيكونوا جوج ديال الحوايج ولا ثلاثه. الحاجه الاولى كتكون التسلوبيه، الله جيبو مبدل عليه المرق، تجيبو بسيمانه ولا بيومين ولا ثلاث ايام وجايب لي قنيه باش يهضر، راه ما عمرو ما يتبعها الا قليل، الا اللي حاجه اللي يجيب فيها الله التيسير. كاين السلوك اللي في نهار وتحط لي قنيه يتبعها، ولكن حنا كندويو على الحاجه المعكسه. هنا ما يمكنش لك كان باقي جديد تمثل عليه المرقد ما يتبعهاش لك الشريف، خاصو تيولف على القليله، خاصو واحد الشهر ولا 15 يوم يولف لك المرقد ويولفك انت ويطيح. وشوف تشوف. علاش قلنا هاد الهضره؟ حيت كاينه الماركه ديال السلاك اللي دمها ثقيل وهي معكسه، كاين اللي دمها ثقيل راه الحريفيه غيفهموا هاد الماركه هادي. وكاينه الحاجه الثانيه نصر الماء، هو الناس اللي كيربطوا في السلاك صاهر. واش ترابط سلوكي وبغيتيه تطلق لك ويولف، كيقول لك واحد المثله راه ما يصيح غير المربوط. واش المربوط بحال المسيب؟ لا، سلوكي خاصك تطلقو مرة يلعب يدور ويولف، تكون خارج خرجو معاك. انا كنهضر على السلاك الصغار اللي باقي ما داريش، خرجو معاك يدور ويولف الدنيا ويولفك تنتا، وديك الساعة بدا تضري فيه. واش ترابطو كتقول ما السلوكية ما دخلش مع السلاك ولا ما السلوكية ما بغاش يضرا؟ علاش قلنا خاصك تطلقو ويدور؟ حيت سلوكي فاش كطلقو ويبدا يدور كيبدا يتصهر. ونزيدو نقطة أخرى هي الشبعة، سلوكي خصك تكون مشبعو وموكلو مزيان وطالقو كيدور باش يتصر، هاديك الساعة فاش كيتصر كيجيب الله التيسير. وكاينة نصر ما دابا فاش كتجيب سلوكي كيولف المرقد ديالو جديد، كتكون مشبعو وكطلقو يدور ولكن ما كيتبعش لك قنية. الحل ديال هذا شنا هو؟ الحل ديال هذا نصر ما هو أنه إلا كنتي كتعرف شي واحد من قبيلتكم ولا شي واحد مربي السلاك وعندو شي واحد ولا جوج وتابعين قنية ومسلكة صغار، دي عندهم يشوف باش يدصر. علاش قلنا هك؟ حيت باش غدي عند خوت ولا غدي عند شي وحدين هما مولفين غيشوفهم تا هو غيبغي يتبعهم، صافي وديك الساعة راه غيتصر وراه ما يكون غير الخير. ومن بعد ولي يطلق لي قنية غا بوحدو، وديك الساعة راه ما يكون الخير يضرا. وكاينة حاجة أخرى، سلوكي إلا بغيتيه يتبع لك قنية ماشي هو سلوكي مقرنص تا باغي مخرج لي قنية باش يتباعها، تحية عليا وشريف الله عمرو لا تباعها. سلوكي إلا بغيتيه يتبع لك قنية شوف لي الوقيتة اللي كيبغي يلعب فيها والوقيتة اللي هو ناشط فيها باش تكون عارفو إيمتا، وديك الساعة خرج لي قنية وما يكون الخير تاهي فادي. وهادشي اللي كاين ناصر رماق، وهادشي راه حنا كنقولو في التجربة ديالنا حنا كحريفية اللي عارفين كل واحد وكاين طريقته وهادشي سخرة الله. وتحية النصر ما فين ما كانوا، هذا جهدنا عليكم. وما نساوش الناس ديال الحمر، الناس ديال الشماعية، وتحية سي جمال وصحابو قطور وهشام، وتحية رما فين ما كانوا.